أستاذ أبو المعطي، بداية في هذه القضية بالتحديد، كيف نستطيع فهم وسياق ما ذكرته وكالة أنسا الإيطالية في إطار إطلاق سراح أم الفتحي التي كانت تقوم بتبني قضية ريجيني بشكل ما أو بآخر؟ هو طبعا أمل أصلا القبض عليها أصلا غلط وغير قانوني، وهي ما ارتكبتش أي مخالفة للقانون بمعنى الطبيعي يعني. لكن طبعا السيسي لا يحتاج إلى مبررات قانونية للقبض على الناس، وأيضا قتلهم خارج القانون وإخفاؤهم قسريا أيضا يعني. وبالتالي أصبحنا في حيرة شديدة جدا إن ممكن أمل تبقى متهمة مثلا بالانضمام للإخوان المسلمين، أو إن معصوم من الرجوق يبقى متهم بالإخوان المسلمين. في محاولة من النظام للتنكيل بالمعارضين لهم عن طريق استخدام تهم زائفة، وبالتالي لما يفرج عنهم بنشعر كلنا بالفرح والبهجة، بس هم أصلا مش كانوش متهمين. وده معناه سياسة من سياسات الأجهزة الأمن والقمع بتاعته في تخويف الناس، بمعنى لما بيطلعوا من السجن أو بيطلع من السجن بيبقى خايف يتكلم تاني فيقعد ساكن. طيب، في إطار موضوع قضية المونيتور وما ذكرته الصحف فيما يتعلق بمد فترة حكم عبد الفتاح السيسي، هل تتوقع بأنهم سوف يقدمون على هذه الخطوة، وتحت أي إطار أو تحت أي غطاء سوف يقومون بذلك؟ هو طبعا الدستور ذاته ده يعتبر آخر حاجة باقية من ما أطلق عليه سموه ثورة 30 يوليو، لأن ثورة 30 يوليو كان لها خارطة الطريق معروفة جدا، كانت ثلاث خطوات أساسية: انتخابات مجلس الشعب أولا، ثم انتخابات رئيس جمهورية، ثم ثالثا انتخابات محلية وكتابة الدستور. انتخابات مجلس الشعب أولا لم تتم، وهو أصر وقال لازم ننتخب رئيس الجمهورية الأول على أساس ما يبقاش رأس السلطة التنفيذية فاضية والبلد من غير رئيس تضيع، وبعدين نعمل بعدها الانتخابات مجلس الشعب. هو كان قاصد طبعا يعمل انتخابات مجلس الشعب بعدها عشان يعمل مجلس الشعب على مقاسه اللي هم قاعدين عنده دلوقتي في قصر الاتحادية في أوضة ملحقة به وكموظفين عنده. وبعدين الانتخابات المحلية ما تمتش أصلا، يعني فيش انتخابات محلية تمت في مصر رغم ذلك. يبدو بأنها لن تتم. ولن تتم. هنا بقى جه هو عاوز يقعد، عاوز يكتم على نفسنا، عاوز يبيع البلد دي أكتر، عاوز يجوع الناس أكتر، عاوز في الآخر يسوق في عمليات القمع والإرهاب اللي بيمارسها. طيب، محتاج هنا غطاء دستوري. ليه؟ لأنه هو وفقا للدستور أنه مش من حقه يمد أكتر من فترتين، فلازم يعدل. طيب، فما عندوش طريق تاني غير أنه يعدل.